أنا حميد بن حرمل الشامسي، دكتور بروفيسور متخصص في مجال السرطان والأورام. كيف بديت في هالمجال؟ كيف درست؟ صراحة من الصغر كنت دائما مولع بالعلوم وبالأحياء وبالأمور يعني المتعلقة بالعلم بشكل عام. أذكر لما كنت صغير كنت أقرأ مجلة ماجد، كان في قسم اسمه بستان المعرفة، وكان هذا القسم أجمل قسم بالنسبة لي، وأيضا زكية زكية. هذه كانت صراحة يعني بالنسبة لي يعني مرجع في العلوم وأيضا في 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 يعني التاريخ. فشو كنت أسوي؟ كنت أقص المجلة، مجلة ماجد اللي كنت جداً أحبها، كنت أقص بستان المعرفة ويجمعها في مرجع حتى صار عندي كتاب كامل. ومن ذاك الوقت كان عندي يعني حب العلم، فاستمريت في هالمجال، وكان أيضاً تشجيع الوالدين، وكان أيضاً هناك اهتمام خاصة من الوالدة، كانت تسميني دكتور وكنت صغير، كان عمري 5 سنوات كانت تسميني دكتور. فاستمر عندي موضوع حب العلم، ولما خلصت الثانوية ودخلت الجامعة وتخصصت في مجال الطب، ومن ثم دخلت في مجال الأورام والسرطان، وأنا يعني أصبحت ما أنا عليه اليوم بفضل رب العالمين. طبعا هذا كله بدعم الأهل وتشجيعهم. هالحين يقولون عندكم أسئلة، شو هي أسئلتكم؟ البروفيسور الدكتور حميد الشامس، أنا عندي سؤال، ليش قررت تسوي دكتور؟ قررت تسوي دكتور صراحة في البداية كان موضوع تشجيع من والدة الله يحفظها، كانت دائما تسميني دكتور يوم كان عمري 5 و6 سنوات. كنت لما أروح معها المستشفى تقول لي أنت بتصير دكتور مثل هذا الدكتور. صراحة كنت أنا استغرب كيف أنا الطفل الصغير اللي بعدني ما أعرف أي شيء بصير مثل هذا الدكتور. ولكن تشجيع الوالدة من أول أيامي في الدراسة وعمري الصغير شجعني صراحة ونمى فيه حب مسألة الطب، والحمد لله حتى ما أصبح طبيب. إذا بسافر أي مكان بالعالم يا دكتور، شو بتشوف وشو بتكتشف؟ صراحة أنا سافرت وايد خلال فترة دراستي خارج الدولة، قضيت حوالي 20 سنة. فأنا ودي أني أجلس في البلاد الإمارات واستكشف أكثر الإمارات وحضارتها وتاريخها، فأنا ودي أن أجلس وما أصير مكان ثاني. شو أحلى ساعة تعلمتها في الطب؟ أكثر شيء صراحة اكتشفته وتعلمته في الطب هي الكلمة الطيبة. مهما كان الإنسان تعبان وكان الإنسان مريض وكان الإنسان يعاني، علاقة الطبيب مع المريض والكلمة الطيبة والعطف والحنان عليه صدقني يفرق شيء كبير جداً في الحالة النفسية المريض. وهذا الشيء تعلمته مع الوقت. أنا الحين صار لي 20 سنة في هالمجال وما زلت أتعلم أشياء كثيرة، ولكن هذا الشيء ما زال عالق في ذهني وفي 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 وفي, وفي بالي كل مرة أشوف فيها مريض. إذا قدرت تبتكر أداة للعلاج، شو بتكون؟ مثل ما تعرفون أنا طبيب أعالج سرطان، وإحنا نؤمن بأن إن شاء الله فيه هناك علاج، وبإذن الله بيكون إن شاء الله موجود في يوم من الأيام في القريب العاجل بإذن الله. لو أنت دكتور خالق شو بتكون؟ لو أنت كنت سوبر دكتور، شو بتكون قوتك الخارقة؟ أعتقد كطبيب دائما هدفك أنك تساعد تشفي الناس، فأتمنى أن عندي قدرة خارقة على مساعدة الناس وشفاء الناس بإذن رب العالمين. خبرني قصة وايد حلوة. من أجمل القصص اللي صارت أن إنسان كان مريض بالسرطان والحمد لله عالجناه، وشوفي وياب ولد وسمى حميد. فصراحة هذا يعني شيء دائما لما أتذكره صراحة يعني يشعرني بأهمية أن الإنسان يكون يعني طبيب بارع في مجاله حتى يقدر يساعد الناس ويطلعهم من مشاكل الصحية وخاصة المواضيع الطبية المعقدة. لو أنت عندك جهاز زمن، أي تاريخ ترجع فيه عشان تكون دكتور؟ اللي أنت بترجع ماضي أي سنة بترجع؟ لو أقدر برجع إلى تاريخ الأندلس. تاريخ الأندلس وتاريخ الطب في العرب وعند المسلمين صراحة يعني شيء مذهل جدا، وللأسف إحنا جاهلين على أمور كثيرة فيها. في كتب للأسف كثيرة جدا يعني اندثرت وتدمرت، وما وصلنا إلى مرحلة العلم اللي أو عمق العلم اللي عندهم. فأنا برجع لهالفترة وبحاول استفيد منها قدر الإمكان. أحب عيال الطب، أستمتع وايد 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 أكون مع عيالي الصغار، أجلس معاهم، نلعب معاهم، نروح المسبح،
نلعب كورة. قضاء الوقت مع الأطفال أنا أشوفه أجمل شيء بالنسبة لي. عندي هواية ثانية كانت موجودة بشكل أكبر مثل الرسم، ولكن صراحة مع أولادي صغار حتى الكبار أنا أفضل دائما أكون معهم. شو أكثر شيء يحمس بأنك دكتور؟ أكثر شيء أنا يحفزني لما يكون في حالات طبية معقدة وصعبة، هذه صراحة أنا أشوفها كتحدي وأحاول قدر الإمكان أن يعني أفوز في هالتحدي، مش فقط عشاني أنا أشعر بالفخر، لا، عشان أساعد المريض هذا، خاصة إذا المريض هذا ذهب عدة أماكن وقالوا لنا ما في أمل للشفاء أو في عدم قدرة للشفاء، إحنا نحاول قدر الإمكان إحنا نساعده بإذن الله. وهذا بالعكس، الإنسان لما يشتغل في موضوع صعب ما ينظر للصعوبة ولكن ينظر إلى النتائج الإيجابية بإذن الله اللي يقدمها حق المجتمع حق الإنسان المريض. إذا تقدر تتكلم دكتور كان مشهور بالماضي، من بيكون؟ بسأل ابن سينا وبسأل كيف كان الوضع أو الطب عندهم في ذاك الوقت وكيف تطوروا في مجال الطب حتى نتعلم ونستفيد منهم. أنت عندك كتب أو قصص تشاركنا نحن الأطفال؟ فتقول لي كيف؟ أنا صراحة من يومين كانت معي بنتي سألتني بابا شو الميكروسكوب؟ قعدت معاها طلعت لها فيديو على الميكروسكوب، طلع لها بشكل واضح بشرح جميل جدا وبألوان جميلة جدا وفهمت الموضوع بالرغم من عمرها 5 سنوات. شو أصعب شيء في أنك دكتور؟ أنا أعتقد أن أكثر تحديات إحنا نواجهها في الطب وأيضا في جميع المجالات هو التطور المستمر في العلوم الخاصة بالمجال. على سبيل المثال في الطب اكتشافات جديدة، أدوية جديدة وأيضا تكنولوجيا جديدة، فالإنسان لازم يستمر في التعلم لأن التعلم المستمر هي الطريقة الصحيحة والوحيدة للتغلب على الكثير من التحديات. خبرني قصة عن مريض طفل أنت عالجته. خبرني قصة نجاح مريض أنت عالجته. أحد المرضى كان يعني في سن المراهقة وكان مصاب بحد السرطانات وكان أيضا يمتحن امتحانات الثانوية العامة، وما شاء الله بالرغم أنه كان مريض وكان يأخذ علاجات قوية وكيماوية ولكن حقق نجاحات كبيرة جدا، يعني وحتى حصل على 9 بعثات بسبب نجاحه من عدة جامعات في دول كثيرة في أمريكا وفي أوروبا بسبب التفوق. فالمرض والمعاناة لا تعني الفشل، بالعكس ممكن تكون دافع للإنسان أنه يبدع ويتفوق ويتوكل على رب العالمين. شو تحب تسوي في وقت فراغك؟ صراحة الجانب المرح أني أكون مع أصدقائي، خاصة أصدقاء الطفولة اللي قضينا معاهم أوقات جميلة جدا، نقعد معاهم نستذكر الذكريات القديمة. فدائما خلوا عندكم أصدقاء خاصين في الطفولة لأن هذيلا بيستمرون معاكم إن شاء الله في مراحلكم المتقدمة في العمر. شو توجه نصيحة لنا لو كنا نبغى نستوي دكاترة؟ شو تنصح الأطفال اللي يبون يكونون دكاترة مثلك؟ بتكونوا إن شاء الله أفضل مني. أهم شيء أن الإنسان يحدد الهدف، ليش هو حاب يستوي دكتور؟ يعني إذا كان عندك هدف واضح تشتغل عليه وتحط خطة واضحة جداً تشتغل عليها أيضاً، وأهم من ذلك أنك تأخذ نصائح من الناس اللي في هذا المجال، تروح تأخذ خبرة، تسألهم أسئلة تستفيد منها ومن ثم تطبقها، وأهم من ذلك هو العمل الدؤوب وتوكل على الله. شكراً. شكراً دكتور. عفواً والتوفيق يا رب إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.